نبدأ جولتنا على أسواق اليوم مع اليونان يلي عم بتعيش سباق مع الوقت من أجل التوصل لاتفاق مع منطقة اليورو قبل يوم الجمعة مبدئيا. اليونان طلبت من دول منطقة اليورو تمديد لمدة 6 أشهر للقرض الأوروبي، علما أنه القرض ما رح يكون تجديد لخطة الإنقاذ المالي اللي بيتضمن تدابير التقشف الصارمة. بحب شير إلى أنه اليونان سبق ورفضت خطة التمديد نهار الاثنين ووصفتها بالسخيفة، فإذا يبدو أنه اليونان عم بتراجع وضعها وموقفها والمفاوضات صعبة والنتائج غير أكيدة. ومننتقل لأربتك هولدينج اللي رحبت بقرار مورغان ستانلي رفع وزنة بمؤشر الإمارات ضمن المراجعة الربع سنوية لمؤشر الأسواق الناشئة. هالأمر بيجعلها محط اهتمام أكبر من قبل الصناديق الاستثمارية العالمية اللي بتعتمد بتوجهاتها الاستثمارية على حركة الأسهم ضمن هالمؤشرات. أيضا حسب معايير المؤسسة فزيادة الأسهم المتاحة للاستثمار الأجنبي رح تعطي دفعة إيجابية لوزن سهم الشركة بالمؤشر. ومننهي مع خبرين سريعين، الأول عن تراجع تضخم أسعار المستهلكين ببريطانيا الشهر الماضي لأدنى مستوياته من 1989، ويبدو أنه عم بيتوجه للمزيد من الانخفاض، الأمر اللي بيخفف الضغوط على المستهلكين قبل الانتخابات العامة. أظهرت الأرقام انخفاض تضخم أسعار المستهلكين ل 0.3% بكانون الثاني مقارنة ب 0.5% بكانون الأول. هالانخفاض بيعود بالأساس لهبوط أسعار النفط العالمية إضافة إلى تراجع أسعار الأغذية. أما الخبر الثاني والأخير عن بنك اليابان اللي حافظ على الحوافز النقدية الغير مسبوقة بهدف إنعاش الاقتصاد من الركود. البنك المركزي رح بيعزز القاعدة النقدية بمعدل سنوي قيمته 670 مليار دولار. هيدا كان كل شيء لليوم، شوفكم بكرة.